فإن الله عز وجل قد ذكر أن من صفات المؤمنين التي يلازمونها في كل أحوالهم أنهم يكثرون من ذكر الله عز وجل، فقال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالمؤمن يعلم أن الذكر عبادة، بل إنه يفتتح عباداته بالذكر ويختتم عباداته بالذكر، فالصلاة تختتم بذكر وهو الاستغفار، والصوم يختتم بذكر وهو الدعاء عند الإفطار، والزكاة عند بذلها وإعطائها المحتاج تختتم بذكر وهو دعاء القبول، والحج كذلك، فقد قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا.